السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة والطالبات المرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنشرح نصوص نص في رحاب الإنسانية الوحدة الثانية. نفتح مع بعض كتاب اللغة العربية على نص في رحاب الإنسانية. طبعا الشاعر اللي قال نص في رحاب الإنسانية هو الشاعر إيليا أبو مودي. إيليا أبو مودي نعرف كده نبذة عن الشاعر بسرعة، ومن شعراء الرابطة القلمية. ولد في لبنان عام 1889 ميلاديا، ورحل إلى مدينة الإسكندرية وعاش بها عددا من سنوات حياته في مرحلة الصبا، ورحل عنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سن 20 من عمره، وتوفي عام 1957. والنص من قصيدة له بعنوان الطين. طبعا زي ما احنا عرفنا كده نبذة عن الشعر، نقرأ النص مع بعض. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقة. أنت لم تصنع الحرير الذي تلبسه واللؤلؤ الذي تتقلد. أنت في البردة الموشية مثلي، في كساء الرجيم تشقى وتسعد. لك في عالم النهار أمين ورؤى، والظلام فوقك ممتد، ولقلبك ما لقلبك أحلام حسان، فإنه غير جلمت. لا يكن للخصام قلبك مأوى، إن قلبي للحب أصبح معبد. أنا أولى بالحب منك وأحرى من كساء يبلى ومال ينفد. نبتدي مع بعض نشرح الأبيات ونشوف أهم اللغويات ومظاهر الجمال اللي جت في هذه الأبيات. طبعا الشاعر هنا إيليا أبو مودي بيوجه حديثه للإنسان المتكبر أو الإنسان المغرور الذي يتكبر أو يفتخر بسبب جاهي أو ثرائي، ويدعوه إلى عدم التكبر، يدعوه إلى التواضع، ويدعوه إلى المحبة وأن يبعد عن الخصوم. نشوف أول بيت مع بعض. أول بيت: يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقة. يا أخي أسلوب نداء. طبعا الشاعر هنا بيوجه حديثه وينادي على الإنسان المغرور أو المتكبر. لا تمل، معنى كلمة لا تمل أي لا تعرض بوجهك ولا تتكبر، فيدعو الشاعر الإنسان المتكبر إلى عدم التكبر. ما أنا فحمة ولا أنت فرقة، معنى كلمة فحمة أي حقير الشأن والمنزلة. معنى كلمة فرقة هو نجم قريب من القطب الشمالي، والمراد عظيم الشأن والمنزلة. ويقول الشاعر للإنسان المتكبر بأنه ليس بحقير الشأن والمنزلة، وأنه ليس بعظيم الشأن والمنزلة، والإنسان المتكبر والشاعر يتساويان. طبعا كلمة لا تمل أسلوب نهي، أداة للناهية، غرض النصح والإرشاد. يا أخي أسلوب نداء. كلمة فحمة جمعها فحوم، كلمة فرقد جمعها فراقد. أول بيت نقوله تاني: الشاعر يوجه حديثه للإنسان المتكبر، يدعوه إلى عدم التكبر ويقنعه بذلك، ويقول له بأنه ليس بحقير الشأن والمنزلة، وأنه ليس بعظيم الشأن والمنزلة، وهذا يدل على أن جميع الناس سواسية. تاني بيت: أنت لم تصنع الحرير الذي تلبسه واللؤلؤ الذي تتقلد. طبعا الشاعر هنا يقنع الإنسان المتكبر بعدم التكبر، ويقول له إذا كنت تتكبر بسبب المال أو الجاه، فأنت لم تصنع هذا الحرير الذي تلبس ولا اللؤلؤ الذي تلبس. طبعا معنى كلمة تتقلد هنا معناها تلبس، جمع اللؤلؤ اللآلئ، ومضاد تلبس تخلع. تالت بيت: أنت في البردش الموشية مثلي، في كساء الرجيم تشقى وتصعد. معنى كلمة البردة هو كساء مخطط. الموشية المزغرفة الجميلة، الرجيم القديم. طبعا ما زال الشاعر يوجه حديثه للإنسان المتكبر ويقول له أنت في كسائك المخطط المزخرف المزين الجميل، مثلي أنا في كسائي القديم. نتساوى في الشقاء والسعادة والأحلام والأمان.
يبقى الشاعر يتساوى مع الإنسان المتكبر في الشقاء والسعادة والأحلام والأمين. طبعا جمع كلمة البردة البرد، وقلنا ان البردة كساء مخطط، وقلنا ان معنى الموشاة المزخرفة المزينة، معنى كلمة كساء الرجيم معناها القديم. نشوف اهم مظاهر جمع كلمة البردة البرد. نشوف اهم مظاهر الجمال اللي جت في البيت: بين تشقى وتسعد، تضاد يقوي المعنى ويوضحه. برضك بين البردة الموشاة وكساء الرجيم تضاد يقوي المعنى ويوضحه. ربع بيت: لك في عالم النهار أماني ورؤى والظلام فوقك ممتد. ما زال الشاعر يوجه حديثه للإنسان المغرور ويدعوه إلى عدم التكبر، ويقول له أننا متساويان في الشقاء والسعادة، ويقول له عندما يأتي الظلام عندما يأتي الظلام تحلم برؤى، وبيئة النهار لك أماني تريد أن تحققها، فنحن نتساويان في الشقاء والسعادة والأحلام والأمين. كلمة رؤى معناها أحلام، رؤى معناها أحلام. خمس بيت: ولقلبك ما لقلبك أحلام حسان فإنه غير جلمد. معنى كلمة جلمد صخر. يوجه الشاعر حديثه للإنسان المتكبر ويقول له كما أن لقلبك أحلام يسعى لتحقيقها، فأنا أيضا لي أحلام أسعى لتحقيقها، فأنا قلبي ليس جلمد أي ليس صخر. جمع كلمة جلمد جلامد. معنى كلمة حسان جميلة. نشوف أهم مظاهر الجمال اللي جت في هذا البيت: ولقلبك ما لقلبك أحلام، تصوير جميل للقلب بإنسان له أحلام يسعى لتحقيقها. سادس بيت: لا يكن للخصام قلبك مأوى، إن قلبي للحب أصبح معبد. طبعا كلمة لا يكن كلنا عارفين إن لا هنا لأن هي، يبقى لا يكن أسلوب نهي الغرض منه النصح والإرشاد. لا يكن للخصام قلبك مأوى، معنى كلمة مأوى ملجأ. إن قلبي للحب أصبح معبد، معنى كلمة معبد أي مكان للعبادة. طبعا الشاعر ما زال يوجه حديثه للإنسان المغرور ويدعوه إلى عدم التكبر، ويقول له لا يكن قلبك مليء بالخصام، املأ قلبك بالمحبة. آخر بيت مع بعض: أنا أولى بالحب منك وأحرى من كساء يبلى ومال ينفد. أولى وأحرى معناها أحق، معنى كلمة يبلى يعني يتلف، معنى كلمة ينفد ينتهي. ما زال الشاعر برضك بوجه حديثه للإنسان المتكبر أو المغرور، ويدعوه إلى المحبة ويدعوه إلى التواضع، ويقول له املأ قلبك بالمحبة ومحبة الناس. وابتعد عن الغرور، وإذا كان غرورك بسبب المال أو الجاه أو الثراء، فهناك حكمة تقول أن هذا الكساء سيبلى أي سيتلف، والمال سينفد سينتهي، ولا يبقى لك إلا محبة الناس. طبعا كلمة يبلى وينفد فعلان مضارعان مفيدان التجدد والاستمرار. جمع كلمة كساء أكسية. نقول مع بعض تاني إن الشعر هنا خلاصة الأبيات إن الشعر يوجه حديثه إلى الإنسان المغرور أو المتكبر، يدعوه إلى عدم التكبر، يدعوه إلى التواضع، يدعوه أن يملأ قلبه بالمحبة، أن يبتعد عن الخصام، ويقول له بأنه ليس بحقير الشأن والمنزلة، وأنه ليس بعظيم الشأن والمنزلة، وهذا يدل على أن جميع الناس سواسية. وأقنعه وقال له أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس وتتفاخر به وتتكبر به على الناس، وأنت لم تصنع الحرير الذي تلبس. وقال له أنت في كسائك المزخرف المزين الجميل مثلي أنا في كسائي القديم،
في الشقاء والسعادة والأحلام والأمان، وطلب منه أن يبتعد عن الخصام، أن يملأ قلبه بالمحبة، لأن المحبة هي التي ستبقى، والمال سينفد والكساء سيبلى. نقرأ الأبيات تاني مع بعض. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لم تصنع الحرير الذي تلبسه واللؤلؤ الذي تتقلد، أنت في البردش الموشاة مثلي، في كساء الرجيم تشقى وتسعد، لك في عالم النهار أماني ورؤى والظلام فوقك ممتد، ولقلبك ما لقلبك أحلام حسان، فإنه غير جلمت، لا يكن للخصام قلبك مأوى، إن قلبي للحب أصبح معبد، أنا أولى بالحب منك وأحرى من كساء يبلى ومال ينفد. نشوف هنا الكلمة ومضادة، مضاد تلبس تخلع، مضاد الرجيم الجديد، مضاد تشقى تسعد، مضاد النهار الليل، مضاد الظلام النور، مضاد فوق تحت، مضاد الخصام الصلح أو الوفاق، مضاد الحب الكره، مضاد يبلى يتجدد، مضاد ينفد يبقى. نفتح مع بعض كتاب المدرسة على صفحة اللغويات نقراها تاني مع بعض. قلنا إن معنى كلمة فحمة المراد بها حقير الشأن والمنزلة. فرقد هو نجم قريب من القطب الشمالي، والجمع فراقد، والمراد عظيم الشأن والمنزلة. تتقلد تلبس، معنى الرجيم القديم، أولى أحق، الموشاة المزخرفة الجميلة، جلمت صخر، ينفد ينتهي. وقلنا مع بعض إن جمع كلمة جلمت جلامد، كلمة رؤى مفردها رؤية، جمع مفرد اللؤلؤ اللؤلؤة. نشوف مع بعض عامة الأسئلة اللي جات على الدرس. نفتح كتاب المدرسة على التدريبات والأنشطة. أول سؤال، اقترح عنوانا آخر للدرس مبينا سبب اقتراحك. ممكن نسمي الدرس عنوان آخر ونقول دعوة للتواضع، لأن دعوة للتواضع. سبب اختيار هذا العنوان، لأن من تواضع لله ارتفعت منزلته للنفوس، ومن تكبر هانت صورته في العيون وخسر نفسه. رقم ب، استمع إلى معلمك أو أحد زملائك ثم اقرأ النص قراءة معبرة عن المعنى. طبعا احنا نقرأ الأبيات تاني مع الأبيات تاني. رقم ج، تخير بيتا أو أكثر مما أعجبك من النص ثم وضح سبب إعجابك به. هنختار بيت أعجبت به ونقول سبب الإعجاب. مثلا لو قلنا أول بيت، يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، سبب الإعجاب، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، تعبير جميل يدل على أن جميع الناس سواسية. رقم د، ماذا يطلب الشاعر من الإنسان المتكبر في البيت الأول يدعوه إلى عدم التكبر والتواضع، لأن جميع الناس سواسية. رقم ه، كيف يتساوى الشاعر في ملبسه القديم مع الإنسان المغرور بملبسه المزخرف؟ قلنا إن الشاعر يتساوى مع الإنسان المغرور في أربع أشياء، يتساوى في الشقاء والسعادة والأحلام والأمان. رقم و، ماذا يحدث عندما يتواضع كل إنسان من الآخرين؟ طبعا لو انتشر التواضع بين الناس لانتشرت المحبة بين الناس. وترتفع منزلته فيها النفوس. رقم اتنين، اقرأ النص ثم هات ما يلي وضعه في جملة. نشوف الكلمات مع بعض ونضعها في جملة. أول سؤال، مرادف فرقد. قلنا أن فرقد هو نجم قريب من القطب الشمالي، والمراد بها عظيم الشأن والمنزلة. ندخل كلمة فرقد في جملة.
رأيت فرقة في السماء مرادف تتقلد معناها تلبس ندخلها بجملة أنت تتقلد بردة جميلة ب مفرد رؤى ورؤية ندخلها بجملة ونقول رؤى الأنبياء حق جيم جمع بردة برد جمع جلمت جلمت ندخل برد في جملة اشتريت برد جميلة جمع جلمت جلامت رأيت جلامت كثيرة. رقم 3 اشرح التعبيرات التالية بأسلوبك لك في عالم النهار أماني. نشرح مع بعض ونقول أن الإنسان المغرور يتساوي مع الإنسان المتواضع بأنه بالنهار له أماني يريد أن يحققها ب لقلبي أحلام حسان. طبعا التعبير الجميل اللي هنا صور القلب بإنسان له أحلام يسعى لتحقيقها. رقم جيم أنا أولى بالحب منك. لو شرحنا أنا أولى بالحب منك يريد الشاعر أن يوجه حديثه إلى الإنسان المتكبر ويقول له بأن الثراء أو الجاه الذي يتكبر به على الناس سيبلى ولا يبقى إلا المحبة، محبة الناس. رقم 4 تحدث عن أهمية التواضع مستخدما الألفاظ والتراكيب التي أعجبتك في النص. نتكلم عن التواضع ونقول من تواضع لله ارتفعت منزلته في النفوس ومن تكبر هانت صورته في العيون وخسر نفسه. رقم 5 كلنا إخوة في الإنسانية. أذكر ما يمكن أن يترتب على تطبيق هذه العبارة في الحياة. طبعا كلنا إخوة كلنا يتساوي الناس جميعا وهذه وعندما يتساوي الناس جميعا تنتشر المحبة والتواضع بين الناس. نكتب الإجابات مع بعض. ونكتب عن أهمية التواضع. ونتحدث عنه. يبقى اتفقنا مع بعض ان الشاعر هنا يدعو الانسان المغرور او المتكبر الى التواضع الى المحبة ان يملأ قلبه بالمحبة ان يبتعد عن الخصام وان لا يتكبر على الناس بسبب الجاه او الثراء لان كل ذلك سينفد. كده يبقى انتهينا من حل التدريبات. نرجع تاني لتدريبات الانشطة في اخر الكتاب في رحاب الإنسانية للشاعر إليا أبو ماضي في الأنشطة. نشوف تذكر أن الشاعر يحب التواضع الناس سواسية المغرور لا يصنع ملبسه ولا اللؤلؤ الذي يتكبر به على الناس. حب الإنسان لأخيه الإنسان أولى من حب المال. نشاط 2 رتب الفكرة التالية حسب وردها في النص. شوف مع بعض أنا أول فكرة جت في النص شاعر يدعو إلى الحب والبعد عن الخصام. كل الناس لها أحلام وطموحات. الشاعر يدعو الإنسان المغرور للتواضع. طبعا أول فكرة جت في النص. آخر جملة الشاعر يدعو الإنسان المغرور إلى التواضع. نحط عندها رقم 1. تاني جملة كل الناس لها أحلام وطموحات رقم 2. الشاعر يدعو إلى الحب والبعد عن الخصام رقم 3.
نشاط اتنين، وضح الجمال في التعبيرات التالية. أول جملة يا أخي، طبعا أسلوب نداء، أسلوب نداء رقيق من الشاعر المتكبر، يفيد المشاركة في الأخوة والإنسانية. تاني جملة، أنت في البردة الموشاة مثلي، تعبير جميل يدل على المساواة. رقم جيم، لك في عالم النهار أماني، تعبير جميل يدل على أن الإنسان المغرور كبقية البشر له آماله التي يسعى لتحقيقها. رقم دال، لا يكن للخصام قلبك مأوى، طبعا هنا جملة بدأت بلن، هي أسلوب نهي غرض النصح والإرشاد، أسلوب نهي غرض النصح والإرشاد وأداته لن هي. نكتب مع بعض مظاهر الجمال. لا يكن للخصام قلبك مأوى، أسلوب نهي أداته لا الناهية غرض النصح والإرشاد. نشاط ثلاثة، هات كلمات على مثال الكلمات التالية من حيث الكتابة الإملائية. فرقت، ممكن نجيب كلمة زي تانية ونقول مرقت. أماني، ممكن نجيب كلمة على نفس الوزن أغاني. كلمة ممتد، ممكن نجيب كلمة زي معتد. كلمة أولى، أوفى، ممكن نجيب كلمة على وزنها، أولى، أحرى. نشاط أربعة، تخيل نشاط من ميالي، اكتب نصائح لصديقك توضح له أثر التواضع على حسن العلاقة مع الآخرين. نكتب نصائح، نقول مثلاً